قصف متواصل على ريف إدلب وحماة، والأمم المتحدة تناشد الاستقرار الوضع. بعد عامين ونصف من سيطرة الميليشيات عليها، وفد الروسي يدخل داريا للمرة الأولى. الإدارة الذاتية تدرس تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة المنتصف على قناة حلب اليوم. شن طيران النظام الحربي عشرات الغارات الجوية مستهدفا قرى وبلدات في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وقال مراسل حلب اليوم إن القصف الجوي طال كفر سجنة ومعرة حرمة وحيش وخان شيخون ومحيط حاس والبارة وإحسم في ريف إدلب. كما شنت الطائرات الحربية غارات جوية على اللطامنة والجبين وتل ملح في ريف حماة بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي على المنطقة. مراسلنا عبد الرزاق صبيح وهذا الإيجاز من ريف إدلب. نحن الآن في بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي. تعرضت هذه البلدة لغارة جوية بالقنابل الفراغية ألقتها طائرات النظام الحربية على هذه البلدة وتسببت بإصابة مدني. أيضا كان هناك غارات جوية للطيران الحربي التابع للنظام على بلدة كفر سجنة وعلى قرية الشيخ مصطفى. اليوم أيضا تعرضت عدة مناطق بريف إدلب لغارات جوية، حيث استهدفت غارات لطائرات النظام الحربية حرش مصيبين القريب من مدينة أريحة، بالإضافة إلى استهداف أطراف جبل الأربعين بعدة غارات جوية. وينضم إلينا من ريف إدلب مراسل حلب اليوم دياب الحمدو. أهلا بك دياب، ما هي المناطق التي طالها قصف النظام وروسيا اليوم في ريف حماة وإدلب؟ تحياتي لك أستاذ ياسر، تحياتي للمشاهدين. اليوم القصف الروسي والتابع لقوات النظام الطيران قصف كل من كفر زيتا واللطامنة والزكاة والجبين وتل ملح والأربعين وحصرايا وتل الصخر ومزرعة الجيسات بريف حماة. طبعا هذا القصف خلف الكثير من الدمار في منازل المدنيين دون سقوط ضحايا في صفوفهم. وبالانتقال إلى ريف إدلب، فقد طال القصف الهبيط وعابدين وخان شيخون وقرية ترملة وبعربو وقرية الشيخ مصطفى وبلدة حيش وكفر سجنة. خلف هذا القصف قتيل في قرية ترملة وقتيل وإصابتين في قرية كم صفرة، بالإضافة إلى دمار كبير في الممتلكات. حصيلة القصف حتى اللحظة هي حوالي 60 غارة من الطيران الحربي التابع لنظام الأسد والطيران الروسي. 60 غارة هذا اليوم فقط أم على مدار الأيام الماضية؟ من الصباح وحتى اللحظة. يعني في ظل هذا القصف المكثف، ماذا عن الاشتباكات على الأرض في ريف حماة بين النظام والفصائل؟ الاشتباكات الآن هي على جبهة قرية تل ملح في محاولة من قوات النظام للسيطرة على هذه القرية التي سيطرت عليها قوات المعارضة والفصائل منذ أيام. وبالإضافة إلى هذا إلى هذه الاشتباكات، فالاشتباكات ترافقها قصف مدفعي وصاروخي مكثف على نقاط التماس. كيف تبدو الأوضاع الإنسانية في إدلب في ظل ما يحدث؟ الأوضاع الإنسانية هي حقيقة جدا مزرية، نزوح متكرر، نزوح تحت الأشجار، بالإضافة إلى المدنيين مجرد ما انهدأ القصف فإنهم يذهبون إلى منازلهم ليخرجون يعني ما يساعدهم على النزوح في أماكن نزوحهم. فالأوضاع المعيشية جدا صعبة وخاصة في المخيمات الحدودية. هل تؤمن المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري احتياجات النازحين؟ المنظمات الإنسانية تعمل بما تستطيع، ولكن كثرة النزوح والمتكرر وعدم الاستقرار يجعله يحول دون ذلك، فهي تؤمن ما تستطيع ولكن الحاجة كبيرة والإمكانيات قليلة. من ريف إدلب كنت معنا دياب الحمد ومراسل حلب اليوم، شكرا لك. في ظل هذا القصف ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع في شمال غرب سوريا دون إبطاء. وعبر غوتيريش للصحفيين عن قلقه للغاية من تصاعد القتال في إدلب والوضع الخطير للغاية بالنظر إلى مشاركة
عدد متزايد من الأطراف. وأكد غوتيريش على أنه حتى في الحرب على الإرهاب لابد أن يكون هناك التزام كامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في ظل ما تتعرض له إدلب من قصف وتهجير، شكلت مجموعة من النساء فريق ياسمينات سوريا والمهتم بالعمل الإنساني والإغاثي في مخيمات الشمال السوري. فريق ياسمينات سوريات مؤلف من مجموعة نساء مهجرات مقيمات في معرة النعمان، جمعهم العمل الإنساني، جمعهم ألم التهجير، الإحساس بالمسؤولية أنهم يقدموا شيء للمنطقة المضافين فيها. الأطفال أكثر شيء ممكن نحن يعني نساعدهم، نقرب منهم، نطلع على نفسياتهم، نشوف قد ايه هن المجروحين عايشين بظرف، عايشين بظرف يعني لا يعلمه إلا الله، ظرف صعب. طفل صغير عايش بجو بعيد عن جو بيته، بعيد عن أهله، عن يعني عايش بظرف صعب. قدر الإمكان بنحاول نرمم من شرخه النفسي، قدر الإمكان بنحاول نحقق له شيء يساعده. ظروفهم صعبة، الحياة اللي عايشينها حياة صعبة جدا جدا. في عندنا نشاطات تانية لها علاقة بالدعم النفسي، لها علاقة بالتركيز على بعض الحالات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة. كانت فريق ياسمين السوريات مشاركة مع جمعية معا في مبادرة إفطار صائم. فريق ياسمين السوريات هو يقوم بالطبخ وتقديم الوجبات لأهلنا المهجرين. هي المبادرة هي مبادرة صغيرة، إنما عملهم كان أكبر من هيك قبل الأوضاع الأخيرة اللي تعرضت لها المنطقة. الفريق بيعني لنا كثير، بيعني لنا أسرة، بيعني لنا سوريا مصغرة. عم نحاول إنه ننقل كل شيء كان من عادات وتقاليد، من تاريخ، من الألم اللي تعرضت له المحافظات السورية لسوريا المصغرة اللي موجودة ضمن محافظة إدلب. دخل وفد عسكري روسي للمرة الأولى منذ مدينة دارية بريف دمشق الغربي بعد نحو عامين ونصف من سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المدينة. ونقلت أورينت عن عامر أبو أحمد عضو لجنة مهجري دارية في الشمال السوري أن دخول القوات الروسية للمدينة يأتي في إطار السياسة الروسية للسيطرة على جميع المناطق الاستراتيجية والحساسة في محيط العاصمة دمشق على حساب الميليشيات الإيرانية. أفاد مراسل حلب اليوم بأن سكان الأحياء الشعبية في اللاذقية يعيشون حالة من الإهمال والتهميش الشديد من ناحية الخدمات. ونقل مراسلنا عن مصدر خاص أكد وجود مكب كبير وعشوائي للنفايات في حي قنينيص في المدينة بالقرب من المناطق السكنية، مشيرا أن بلدية اللاذقية لم توفر حاويات في المنطقة حتى الآن. اشتكى عدد من سكان حي الجميلية بمدينة حلب من انتشار الباعة في الشوارع والأرصفة، ما تسبب بانتشار القمامة والجرذان في المنطقة. وقال مراسل حلب اليوم إن النساء يتجنبن المرور في شارع الفارابي في الحي بسبب التحرش اللفظي من قبل بعض الباعة، مشيرا إلى تغاضي بلدية النظام والمحافظة في حلب عن الأمر. سخر السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي من منحة حكومة النظام التي أقرتها خلال جلستها الأسبوعية، والتي كانت عبارة عن 15 دجاجة بياضة و50 كيلوغراما من العلف لكل أسرة ريفية. وقالت إن تكلفة المشروع قدرت بنحو 1 مليار ليرة سورية. مكرمة جديدة يضيفها نظام الأسد لمواليه هنا، اجتماع للحكومة وصفته بالتاريخي، ليس لاتخاذ قرار بالرد المناسب على إسرائيل ولا تحسين الأوضاع المعيشية المتردية ومكافحة الفساد والمحسوبيات. مبلغ 1 مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية تشمل 15 دجاجة بياضة مع 50 كيلوغرام من العلف. أكثر ما فرح به الشعب الريفي في سوريا هو أن هذه الدجاجات وصفها النظام بالدجاجات البياضة. حمل المشروع إلى رئاسة الوزراء التي أقرته خلال جلستها الاستثنائية الأسبوعية، لكن رد المواطنين على الحكومة كان قاسياً
عكس ما تمناه النظام. موجة من السخرية أعقبت القرار، غزت مواقع التواصل الاجتماعي، وشكل الخبر حالة غضب عارمة بين أوساط الموالين بسبب استهتار حكومة النظام بمعاناتهم وعجزها عن إيجاد الحلول لمشكلاتهم الرئيسية كانقطاع المحروقات وحليب الأطفال وغيرها. هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها النظام مكرمات ومنحا غريبة لمواليه، فقد سبق أن أعطى ذوي قتلاه صندوق برتقال وساعة حائط، كما قام بتوزيع علب فول على جرحى ميليشياته. يبدو أن بين حكومة النظام والمواطن ثمة شرخا كبيرا يتسع مع الزمن ولا يمكن إصلاحه. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. انتظرها 75 سنة روميو وجولييت العصر الحديث، كيف كان اللقاء؟ أهلا بكم من جديد إلى نشرة المنتصف التي تناولت في أبرز عناوينها التحذيرات الأممية من مغبة ما يحدث في ريف حما وإدلب من قصف متواصل من قبل قوات النظام المدعومة روسيا والدعوات لتحييد المدنيين، وكذلك استعرضنا الخلاف الروسي الإيراني الهادف لتوسيع مناطق النفوذ، وتناولنا في الجزء الأول داريا مثالا. ونكمل في أهم أخبارنا، حيث شكلت قوات سوريا الديمقراطية مجالس عسكرية في 3 مدن تقع تحت سيطرتها في شمال وشرق سوريا خلال أقل من أسبوع. كان آخر المجالس في مدينة الطبقة، حيث أعلن عن تشكيله ضمن تسجيل مصور أظهر وجود وجهاء العشائر في المنطقة. سبقه الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري لمدينة عين العرب بريف حلب والمجلس العسكري لمدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا. أعلن الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية سلمان بارودو دراسة لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي ضربت المنطقة. وقال بارودو لموقع عنب بلدي إن الهيئة وجهت كتابا للدوائر الزراعية وقوى الأمن الداخلي من أجل تشكيل لجان مشتركة لإحصاء المساحات المحترقة،
وتقديمها من أجل إيجاد آليات للتعويض، مؤكدا أن الحصيلة النهائية للحرائق بلغت 4010 دونمات. تواصل الحرائق التهام المزيد من المحاصيل في الوقت الذي كشفت فيه الإدارة الذاتية عن خسائر تقدر ب 19 مليار ليرة سورية. السنبلة التي أنقذتهم من سنوات الحرب العجاف تحترق اليوم، ما كان يأمله المزارعون بحصاد وفير أضحى أثرا بعد عين. 7 قتلى سقطوا أثناء محاولاتهم إخماد الحرائق المندلعة منذ أكثر من شهر، كما أعلنت الإدارة الذاتية عن الخسائر التي خلفتها الحرائق وقدرتها بنحو 19 مليار ليرة سورية، بعد أن حصدت النيران 40,860 هكتارا حتى 16 من الشهر الجاري توزعت على المناطق كالتالي: الجزيرة 34,000 هكتار، منطقة الفرات 2,350 هكتار، مدينة الطبقة 1,500 هكتار، ومنبج 110 هكتارات، ودير الزور 35 هكتار. الولايات المتحدة التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية لم تحرك ساكناً للوقوف بوجه الحرائق، كما أن روسيا التي تملك كل مقومات المساعدة في الإطفاء أدارت ظهرها لما يجري. من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن تجار أوروبيين أن نظام الأسد طرح مناقصة عالمية لشراء 200,000 طن من قمح الطحين من مصدر وحيد وهو روسيا، حيث قالت أن الموعد النهائي لتلقي العروض في المناقصة هو 8 من تموز يوليو المقبل. نداءات استغاثة أطلقها ناشطون وصحفيون من محافظة الحسكة آملين في أذن تسمعهم، فهل من مجيب؟ ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا الناشط الإعلامي أحمد الشبلي من مدينة غازي عين تاب. أهلا بك أحمد، كم قدرت الإدارة الذاتية المساحات المتضررة من الحرائق وما هو المبلغ المقترح لتعويضها؟ السلام عليكم وبركاته، تحياتي استاذ ياسر وفقك الله لكل خير. بالنسبه لي يعني للحرائق، يعني الحرائق من الرقه الى مناطق الحسكه وريف دير الزور وريف القامشلي وريف الحسكه، مع الحرائق شاهدنا الفيديوهات كما نشرتم على قناتكم قبل قليل ونشرت بعض الصفحات، الفيديوهات اكلت محصولات المدنيين في كل المناطق الشرقيه شرق الفرات، وخسارات كبيرة بالنسبة لأمور المدنيين الذي شاهدناها. طبعا المدنيين أغلب منطقة الجزيرة تعرفون جميعا بأنهم ينتظرون الحصاد وينتظرون لكي يعيشوا منه في التالي. بالنسبة لأمور الحرائق، بالنسبة لأمور الطعوم، الكل يتمنى بكل تمن بأن يتم تعويض هؤلاء المدنيين العاجزين عن عمل أي شيء جراء الزراعة. نتمنى من الكل كل المنظمات مساعدة المدنيين. أحمد هناك مشكلة في الصوت، أتمنى أن يعني تجيبني على السؤال، ما هو الـ يعني القيمة المقدرة لمبلغ التعويض المقترح من قبل الإدارة الذاتية؟ بالنسبة لأمور، تسمعني جيدا أستاذ ياسر؟ نعم تمام. بالنسبة لأمور القيمة، لم تصل قيمة محددة إلى هذه اللحظة، ولكن الخسائر كبيرة بالنسبة لأمور المدنيين، وتحتاج مبالغ كبيرة وكثيرة لتغطية المدنيين الذين هم حرقت محصولاتهم الزراعية في كل من الحسكة وريف الحسكة والقامشلي والرقة ومناطق أخرى كبيرة في شمال شرق سوريا. نتمنى نحن بأن يكون المبلغ كافي لهؤلاء المدنيين الذين خسروا كل ممتلكاتهم في ظل الحرائق التي اليوم الحرائق قبل قليل في كل المناطق، في قرى الحجر وأبو راسين وفي ريف الرقة وفي ريف الحسكة والقامشلي. يعني نحن نتمنى استاذ ياسر، نتمنى من الجميع، ان كانت اداره ذاتيه او ان كانت تابعين لقسد او ان كانت منظمات حقوقيه او انسانيه، بمساعده المدنيين الذين حرقت محصولاتهم في الاونه الاخيره، ونتمنى منهم ايضا بان يدخلوا اطفائيات لاطفاء ما تبقى من محاصيل زراعيه تابعه للمدنيين. طبعا الدفاع المدني الخوذ البيضاء بادروا بالذهاب الى شرق سوريا، ولكن
تم الرفض أو إلى الآن يوجد مفاوضات؟ قالوا نحن جاهزون بالذهاب لإطفاء حرائق المدنيين، قالها رائد الصالح مدير الخوذ البيضاء التابع للدفاع المدني السوري، قال نحن جاهزون للذهاب إلى منطقة شرق سوريا ومستعدون بأن نطفئ الحرائق في الحسكة والقامشلي والرقة وفي كل منطقة، في كل مناطق. وإلى الآن الأمور في تشاورات كما قال الأستاذ. أشكرك، كنت معنا من غزة عنتاب النشط الإعلامي أحمد شبلي. نبقى في موضوع الحصاد، ولكن هذه المرة من عفرين بريف حلب، حيث تسعى المكاتب الاقتصادية لتقديم ما أمكن من تسهيلات لشراء المواسم من المزارعين. يحصد المزارعون ثمرة جهدهم في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي. حل حزيران وبدأ موسم حصاد القمح والشعير، مع وجود تسهيلات عدة حرم منها المزارعون في المنطقة لأعوام أثناء سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية. هلا نحن موسم الحصاد، الموسم الحصاد هالسنة نزل المطر خير وخير وبركة وكثير، وهالسنة وأحسن من السنة الماضية، وسجلنا الدور على المكتب الاقتصادي من أحرار الشرقية، وساعدونا بالكياس وبالحصاد وأمنونا كل شيء هن، والحمد لله. وأنا عندي 13 هكتار حصدتهم وأخذت محصولي على البيت وخزنتهم، ويجي سعر مناسب ونبيعه فيه، وهذا رزقنا كلياته على الزراعة. يعني نحن كلياتنا على الزراعة وبنشتغل فيه. المكاتب الاقتصادية في المنطقة قدمت الحصادات والأكياس والعمال ومستلزمات الحصاد بسعر التكلفة للمزارعين، ما قد ينعكس إيجابا على زيادة الأرباح أو انخفاض الأسعار، فيما قالت السلطات التركية إنها ستشتري المحاصيل دون أن تحدد السعر حتى الآن. نحن المكتب الاقتصادي في مدينة راجو وما حولها نقوم بالإشراف على جني مواسم المحاصيل الزراعية والحصاد بطريقة تعود بالنفع على الأهالي المدنيين والراحة، من حيث تأمين الكوادر ووسائل النقل لنقل محاصيلهم الزراعية ضمن خطة هني كانوا ماشيين عليها من قبل، يعني من دفع تكاليف الحصاد الاعتيادية سابقا وما شابه، طبعا ضمن خطة وقائية من الحرائق من جهة الجانب التركي وجهات الطريق يمين ويسار تفاديا للحرائق التي قد تحصل. طبعا بواجهنا شوية صعوبات ضمن الأجواء اللي عم تسودها الحر، الأفاعي والآفات اللي موجودة ضمن الأراضي الزراعية. تقلب العجلة من قطاف الزيتون إلى موسم الحصاد، ويجتاز المزارعون المراحل النهائية لجني أرباحهم في أرض يجاور فيها الزيتون حبات القمح والشعير في أقصى شمال سوريا. أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022. مرهقا وعليه آثار إعياء، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني خرج من استجواب استغرق أكثر من مواجهة بالساحرة المستديرة ضمن تحقيقات فرنسية في مزاعم فساد متعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. لكن بالنظر إلى عدد الأسئلة لا يمكن إلا أن يكون طويلا، بما أنني سئلت عن كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر والفيفا. بلاتيني الموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي استجوبه مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير الفرنسية، شدد بعد خروجه على أنه لم يرتكب أي مخالفات، بينما كشف محاميه ويليام برودون أنه استمع إلى موكله بلاتيني بصفة شاهد.
تنظيم البطولة. بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تطرق التحقيق إلى اجتماع في باريس شارك فيه الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي وبلاتيني وولي العهد القطري حينذاك تميم بن حمد. قال عنه الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر إنه منح قطر حق تنظيم البطولة بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. في خبرنا الأخير، التقى عاشقان ببعضهما بعد فراق دام لأكثر من 75 عاما منذ الحرب العالمية الثانية. الجندي الأمريكي روبنز أحد المحاربين القدامى البالغ من العمر 97 عاما التقى بحبيبته الفرنسية جانين غاناي التي تبلغ من العمر 92 عاما التي غاب عنها منذ عام 1944 على يد القناة الفرنسية الثانية التي كانت في زيارة للمحارب واطلعت على صور عشيقته وتتبعتها لتجمع بينهما من جديد. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قصف متواصل على ريف إدلب وحما، والأمم المتحدة تناشد لاستقرار الوضع. بعد عامين ونصف من سيطرة الميليشيات عليها، وفد روسي يدخل داريا للمرة الأولى. الإدارة الذاتية تدرس تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بود.